ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من صباح اليوم بخبر وفاة السعودية مدربة الرياضة رفعة اليامي على يد أحد أقاربها، لكن تابعونا في الفيديو سوف تتعرفون على الهيئة الكاملة. تداولت أخبار وانتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفتاة رفعة اليامي المدربة الرياضية، وتنقلت الأخبار عن فتاة تدعى رفعة، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام 4 من المتهمين من أقاربها بنقلها عنوى من شقة في جدة إلى نجران. وقالت الأخبار أيضا أنه تم القبض عليهم، كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها وسلمت لدار الحماية الاجتماعية. والأغرب من ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة بنبأ مقتل رفعة اليامي المدربة الرياضية السعودية المشهورة على يد أقاربها. مش بس كده، نشرت صفحات عبر تويتر وفيسبوك خبر وفاتها وقالوا انها قتلت من قبل افراد في قبيلة يام التي تنتمي اليها، وذلك بداعي الدفاع عن شرف القبيلة والعائلة. كما تصدرت خلال الساعات الماضية وسم بعنوان رفعة اليامي قائمة الترند في تويتر على المملكة العربية السعودية، وزعم المغردون من خلاله انه تم قتلها على يد افراد من عائلتها، وتناقلوا معلومات حول حياتها الشخصية ونشاطها الرياضي، كما طلبوا بضرورة معاقبة الجنيه. وقالت إحدى المتابعات سجنوها بدل ما يسجنوا اللي خطفوها، دور الرعاية ما هي إلا سجن للنساء، إن ولدت حرة مين أنتوا لتقيدوا حريتها بسلطة الذكورية. وقال متابع آخر إذا أرادت البنت أن تعيش كما تريد وتتخلى عن العادات والتقاليد فعليها أن تتخلى أولا عن اسم الأب والقبيلة اللي هي عزتها وعرفتها. الجدير بالذكر أن المدربة السعودية رفعة اليامي من محافظة نجران وانتقلت للسكن في جدة مع أطفالها الأربعة، وتحظى بمتابعة واسعة على تطبيق سناب شات، وتتحدث عن الصحة والجمال والرياضة والرشاقة. وفي كل هذه الأحداث والضجة التي حدثت منذ صباح اليوم بوفاة أو بمقتل مدربة الرياضة رفعة اليامي، وإليكم المفاجأة، فقد تم نفي الأنباء المتداولة بشأن مقتل المدربة الرياضية السعودية رفعة اليامي اليوم السبت من قبل عائلتها أثناء تواجدها في شقتها بجدة. وقالت المصادر إنه لا صحة لما تم تداوله عن مقتل فتاة تدعى رفعة اليامي، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام 4 من المتهمين من أقاربها بنقلها عنوى من شقة في جدة إلى نجران.